هنعمل ايه؟ هنعمل دلوقتي زبادي بالخيار. هحطه هنا كده. الخيار اصلا مبشور وجاهز، هعمله هنا كده. الله على ريحه الخيار وهو مبشور. نعناع ناشف، فص تومه واحده بس مع الزبادي، فص تومه، زيت زيتون، عصره ليمون بس. اوكي، والبيضه هو ايه، خلص. انا عملت الشكشوكه النهارده سكرامبل مش عيون. لو عايزينها عيون زي ما قلت حطوها ايه في طبق بايركس او طبق او طاسه بتبقى على البوتاجاز ونغرفها على طول. عصره ليمونه، الله، بقت بصوا بقت عامله زي الزبادي، بقى كريمي جدا. بصوا الله على الجمال. نقلبه كده مع الخيار المبشور، بيبقى تحفه تحفه بجد، بيبقى خفيف قوي كمان. ماشي، نحط الزبادي. الله، بصوا بصوا